صباح الخير، صباح الاجواء الحلوه. وش الاجواء هذه يا زينه؟ زينه قسم بالله النفسيه حلوه مره. طبعا مع الاجواء الزينه ذي تعرفون وين بروح؟ طبعا تعرفون وين مكاني الخاص، وين مكان الروقان اسمه. على طول قهوه ار جي على طول. طبعا بدور بعد شوي البيت، ما نسيت شيء، لا عشان اختي كلمتني شافت سنابات، يعني عشان كذا هذه ضريبة اللي يصور سناب ويروح يكشخ. خلي تنفاك دور وخذ اختك وروح القهوة مرة ثانية. يلا اسمع كلامي وبرك غصبا عليك بعد. لا حول مستقعدين لي حتى من القهوة، مش ممكن. خلوني اتنفس شوي، خلوني اتنفس. حشريني يحسبون لي كل شوي كم مرة تشرب قهوة يا ركات تو ماتش. خلاص قلبي بخصوص الجدة وافتح فروع بشكل عام، والله ان شاء الله، والله العظيم ان هدفي اسوي فروع ان شاء الله كثيرة باذن الله، وان شاء الله عاد الايام الجاية ان شاء الله انها حلوة باذن الله زي الاجواء الحلوة هذه الحمد لله. حتى لو نفسيتك تبن، هذه ترى ما ادري وش دخل، بس هذه كذا دخلت شطحة شوي. حتى لو نفسيتك تبن انبسط، عيش الدنيا والله العظيم حلوة.